نصب الأمين العام لإقليم لوغون الغربي المدير الجديد للمحطة الإقليمية مدينة موندو حسن بوكر أغريه، وذلك في حفل رسمي حضره عدد من المسؤولين الإداريين والمدنيين بالمنطقة. تقرير الزميل ياسر محمد أحمد وقراءة إشراق عبد الله رحمة. بعد أن تم تعيينه بالمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2017 والقادم بتعيين مسؤولي الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون، تأتي هذه المناسبة لتنصيب المدير الجديد للمحطة الإقليمية للإذاعة والتلفزيون بمدينة موندو وسط حضور السلطات الإدارية بالمنطقة ورؤساء الأقسام بالمحطة. كانت هذه المناسبة فرصة للمدير السابق يوسف جنبي لذكر الإنجازات التي قام بها طيلة إدارته على رأس المحطة، موضحا بأن هذه المسؤولية كبرى لا تكتمل إلا بالجد والمثابرة. كما طلب يوسف جنبي المدير السابق من العاملين بالمحطة مواصلة العمل مع المدير الجديد. أما الأمين العام لإقليم لوغون الغربي نغاتان جاجالي دعا المدير الجديد للمحطة حسن بوكر التحلي بروح المسؤولية حتى تؤدي محطة موندو دورها الإخباري والتنموي والأمن والتعايش السلمي. شكر الأمين العام لإقليم المدير السابق على الإنجازات والأعمال التي قام بها. أما المدير الجديد للمحطة حسن بوكر وبعد تنصيبه فقد شكر الجهات العليا على هذه الثقة التي أولاها إياه بتعيينه مديرا للمحطة موندو. كما طلب حسن بوكر من الصحفيين والمسؤولين بالمحطة وكذا السلطات الإدارية بالمنطقة التكاتف والعمل من أجل مساعدة الحكومة في تنفيذ برامجها التنموية. نظمت ظهر اليوم ورشة اعتماد النصوص المتعلقة بمشروع تسميات الحرف اليدوية، وذلك بمركز الدراسات والتدريب من أجل تنمية سيفود بحضور الأمين العام النائب لوزارة السياحة والثقافة والحرف اليدوية بشارة أحمد صالح والمدير التنفيذي للفيدرالية الوطنية لمهني الحرف اليدوية. جرت المناسبة هنا في العاصمة أنجمان. تقرير إبراهيم محمد موسى. بهدف ترقية وتطوير الحرف اليدوية تجيء ورشة اعتماد النصوص المتعلقة بمشروع تسميات الحرف اليدوية من قبل وزارة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية بالتعاون مع مشروع دعم التدريب المهني من أجل تعزيز قدرات الشركات في تشاد والفيدرالية الوطنية لمهن الحرف اليدوية. في كلمته المدير التنفيذي للفيدرالية الوطنية لمهن الحرف اليدوية حرب خميس مؤكدا أن الحرف اليدوية تساهم في التنمية ورفع قدرات العاملين في مجال الحرف اليدوية، وأن التدريب يسمح لتقديم التوجيه والإرشاد لرفع التحديات التي تواجه عالم الاقتصاد، وأيضا أن المبادرة تدعم برنامج الوطني للتنمية 2017-2021. كما أكد أن التدريب يقوي مهمة عمل اللجنة الوطنية للتربية المتعلقة بعمل كنفي. أما الأمين العام النائب لوزارة التنمية السياحية مشيرا في حديثه أن الحكومة أعطت أولوية كبيرة لتطوير وتنمية الحرف اليدوية. إن الحرف اليدوية تعتبر من الأساسيات في مجال مشروع التنمية الوطنية 2017-2021. أخيرا أشكر كل الداعمين لهذا المشروع بإنجاح الحرف اليدوية بتشار. ونشير إلى أن مثل هذه الورش التدريبية تساعد العاملين في مجال الحرف اليدوية، بحيث أن لهذا المجال الحيوي دورا هاما في عكس الحضارة التشادية لتحقيق عائدات مالية تنعش الاقتصاد الوطني. قام ظهر أمس وفد من حزب الشعب من أجل التغيير الديمقراطي PPCD بقيادة الرئيس الوطني للحزب عبد الرحمن محمد أبا بزيارة ميدانية إلى الحقول الزراعية الخاصة بالحسب وذلك بقرية مبريو، وذلك للاطلاع على تقدم المشروع. تقرير هارون أبعده. هنا في قرية مابيريو على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق العاصمة إنجمينة، خصص حزب الشعب من أجل التغيير الديمقراطي 5 هكتارات للنشاط الزراعي. وللاطلاع على مستوى تطور المشروع قام وفد من الحزب برئاسة الرئيس الوطني عبد الرحمن محمد أبا بزيارة إلى الموقع. وخلال هذه الزيارة أكد الأخير أن الزراعة تحتل حيزا كبيرا في البرنامج السياسي للحزب. تشاد هي بلد زراعية، وتشاد ما ممكن يتطور، ما ممكن نتقدمه بلا الزراعة. في برنامجنا السياسي عندنا اهتمام كبير واستراتيجيات كثيرة للزراعة.
بسبب شح مياه الأمطار وظهور بعض الآفات الزراعية، فإن الإنتاج لا يبشر بحصاد كبير لهذا العام. لذا فقد ناشد رئيس حزب PPCD الحكومة وشركائها باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي عواقب الموسم الزراعي لهذا العام. السنة الخريف ما كويس، زيد على ذلك جات حشرة جات تأكل الزراعة، يعني الزراعة السنة ده تعبان في كل النواحي. المشكلة الكبيرة في تشاد ممكن الناس ما تتكلم، وبعدين في الأخير نجي ندخل في أزمة ودهابة بعد ما دخلنا نفتش الهلول. شوف استراتيجية كيف السكان تشاد ده يمرقوا من الجوع. المبادرة التي قام بها حزب الشعب من أجل التغيير الديمقراطي توحي بأن للحزب نظرة بعيدة المدى ورؤى واضحة وواعدة لتنمية تشاد.